Bonjour à tous. Cette séance, on va traiter un sujet qui est très très important. C'est le règlement intérieur des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques des techniques de santé. Alors, comme vous savez tous que chaque étudiant désirant devenir un futur infirmier ou chaque étudiant qui étudie déjà à l'ESPIT doit reconnaître ce règlement intérieur. Donc, la connaissance de ce règlement est un devoir avant tout. Également, le personnel qui exerce au niveau de l'ESPIS doit connaître ce règlement. Alors, pour récapituler, هاد الفقرة ديال هاد الفيديو غنطرقوا للموضوع ديال القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. أي تلميذ أنه عنده الرغبة باش أنه يقرأ في هاد المعاهد ولا التلميذ اللي هو ديجا تقبله كيقرأ في هاد المعاهد خاصو تكون عنده دراية، خاصو يطالع على هاد الريغلومون انتيريور ديال هاد المعاهد. وكذلك الناس ولا الأشخاص الذين يزاولون المهام ديالهم في هذه المعاهد خاصهم يكونوا على دراية كذلك بهذا القانون الداخلي. Alors, nous allons démarrer notre séance. Il faut savoir avant tout que ce règlement est élaboré et diffusé par la direction des ressources humaines, la division de la formation, service de la formation de base. C'est une version de janvier 2015. خاصنا نعرفوا قبل كل شيء بأن هذا القانون الداخلي شكون اللي دارو وشكون اللي صابو صوبته المديرية ديال الموارد البشرية، يعني قسم ديال التكوين بالضبط القسم ديال ولا الخلية ديال التكوين التكوين الأولي ولا التكوين الأساسي الفورماسيون دو باز، وأنه دار في يناير 2015. باش على القضيه ديال الفورماسيون دو باز، لا فورماسيون دو باز هي لا فورماسيون انيسيال، هي التكوين الاولي اللي كيديروا ليتيديون في ليسبيس، اللي هي كتبدا اللي كتنتهي بلوبتونسيون دي ليسونس، يعني ديك العامين اللي كنقراو فيها اللي كيتقرا فيها تيقرا فيها ليتيديون فاش كيكون شاد البكالوريا ديالو وكيدفع للمهد وكينجح في المباراة وانه كيولي تلميذ لدى المؤسسة وكيقرا ديك 3 سنين وكيشد الدبلوم ديالو، انه كتسمى هذيك فورماسيون انيسيال هي الفورماسيون دو باز. ابخي كاينين دي فورماسيون كونتيني، يعني فاش كيولي ذاك التلميذ يعني كيشد الدبلوم ديالو انه كينجح في مباراة ديال التعيين وكيقرا يعني كينجح في المباراة ديال التعيين، فاش كينجح فيها وكيتافيكتا كيتعين في واحد البلاصة يعني كيولي ان انفيرميي كيكونوا مستجدات في العالم ديال الصحة في الدومين ديال الصحة، مثلا في التلقيح التلقيحات ديال الأطفال، يعني باش أن هذا الممرض كيواكب المستجدات في الدومين باغ اكزومبل ديال التلقيح لا فاكسيناسيون، يعني كدارو دي فورماسيون كونتيني، يعني أن لي سبيتس يعني كدير واحد التكوينات مستمرة، يعني باش أنها كتعلم هذا البيرسونيل كتعلم البيرسونيل بالمستجدات اللي كاينين في هذا الدومين ديال التلقيح، يعني كدير لا فورماسيون كدير فيها نهار مره كدير فيها يومين مره 3 ايام على حساب التيماتيك اللي غادي تخطط. وانه دار في الفيرسيون ديال يناير 2015. دابا غادي نبداو على بركة الله شنو هما المكونات ديال هذا. كتكون واحد التهيئة بريامبول يعني كتقديم premier chapitre il traite les dispositions générales، يعني كتهضر بصفة عامة كتناول شنو هو هذا القانون الداخلي شنو شكون اللي دارو شكون اللي كيتحكم فيه. عندنا الشابيتر الثانية deuxième chapitre c'est l'organisation administrative des instituts، يعني التنظيم الإداري ديال المعاهد. troisième chapitre c'est l'admission des étudiants، c'est-à-dire quelles sont les conditions, les étapes qu'on doit suivre selon ce règlement intérieur pour admettre un tel ou tel étudiant. يعني هنا هذا الشابتر كتناول هاد القرا كتناولنا القبول ديال التلاميذ اللي كنهضروا فيها على شنو هما الشروط وشنو هما المراحل اللي كنتبعوها باش انه يتقبل واحد التلميذ في المعهد.
شابتر 4 سي لورغانيزاسيون دي زيتود نظام الدراسات كيفاش عندنا واش عندنا دي كونترول كونتيني عندنا دي كونترول فينو شنو البورسنتاج دو شاك كونترول هنايا كتهضر على التنظيم ديال الدراسات يعني شنو يعني شحال من ساعه كيقرا هاد التلميذ شحال من ساعه كتكون في ستاج باغ اكزومبل لي فيليير شنو هما لي فيليير اللي كاينين لي زوبسيون اللي كاينين الامتحانات شنو شحال من امتحان تيكون في العام اي بيان سور الامتحانات غادي تطرقوا بالتفصيل في شابيتر لو سانكيام شابيتر اللي هي كي ابورد لي ايفالياسيون هنا غادي نهضروا فيهم على بزاف الامتحانات سيزيام شابيتر سي لي دووا اي لي زوبليغاسيون دي زيتوديون شنو هما الواجبات والحقوق ديال التلاميذ سيتيام شابيتر سي لا ديسيبلين جينيرال يعني لا ديسيبلين اللي كنهضروا عليها فاش كنهضروا على لا ديسيبلين ما هي كنهضروا فيها على الاحترام ديال هذا القانون الداخلي الاحترام ديال الانستيتو المرافق ديال هذا الانستيتو ويتيام شابيتر سي لو بيرسونيل لو بيرسونيل سيتادير سو سون لي بيرسون كي اكزيرس او نيفو دو ليسبيس يعني الاشخاص المزاولين لمهامهم في هذه المعاهد Huitième chapitre, neuvième chapitre plutôt, c'est le centre de documentation et d'information. C'est la nouvelle appellation de la bibliothèque. Les organisations ou les instances qui sont en coordination avec les spices. Yani, kainin, à part les spices, kainin wahed l'moussasset, les rassemblements, ils connaissent en communication à la tawassul avec les spices pour le bon déroulement du fonctionnement de les spices. Alors, pour comme petite introduction, c'est déjà cela est déjà mentionné dans la première vidéo sur le vrai démarrage de notre chaîne. Cette introduction aborde c'est quoi les spices, quelles sont ses missions principales. Il faut voir, bien sûr, la première vidéo. Tout ça est traité. Il y a des gens qui ont dit que nous avons des chapitres que nous faisons. هنايا تنطرقوا فعليا لهذا القانون الداخلي النص الاول اش كيقولنا تيقولنا لو بريزون ريغلمون انتيريور ا بور اوبجي دي فيكسي لي ريغل اورغانيزاسيونيل اي فونكسيونيل دي انستيتو سوبيريور دي بروفيسيون انفيرميير اي دي تكنيك دو سانتو اي لور انكس دون لور مود دو جيستيون اي بريسيز ايغالمون لو ريجيم دي زيتود اي ديفيني لي ريغل دي ايفالياسيون دي كونيسونس des aptitudes et des compétences des étudiants. Elle détermine les droits et les obligations vis-à-vis leur formation du corps enseignant et des organes de gouvernance, ainsi que leur devoir de maintenir les biens et les équipements constituant le patrimoine de l'Institut. القواعد التنظيمية والإدارية ديال هاد المعاهد وكيفاش خاصنا نسيرو هاد المعاهد وكيهضر كذلك على النظام ديال القراية اللي كتقرا في هاد المعاهد وشنو هما المعايير اللي خاصنا نتاخدوها باش أننا نديرو امتحانات لهاد التلاميذ واللي كتكون هي امتحانات لأنها كتكون امتحانات كيكون أورال كيكون إكخيت كيكون امتحانات تطبيقية كيكونوا في دي ستاج وكتهضر كذلك كيتناول الموضوع ديال الحقوق والواجبات ديال هاد التلاميذ يعني فيزافي بالنسبه ماشي حقوق الواجبات يعني واجبات تجاه المؤسسه تجاه الناس اللي خدامين في هاد المؤسسه وتجاه كذلك قلنا بانه كاينين مؤسسات اللي هما على تواصل مع هاد المعاهد اللي هما كيسهروا على الصيروره الديمومه ديال السيرفيس ديال الخدمات في هذه المؤسسه النص الثاني لارتيكل 2 ce règlement intérieur est appliqué
au sein des instituts supérieurs, des professions infirmières et des techniques de santé, des annexes qui leur sont rattachées. C'est-à-dire, يعني باغ اكزومبل هذا القانون الداخلي بالنسبه للجهات مكناس فاس انه خاصو يطبق في فاس ويطبق كذلك في مكناس وفي تازه اللي هما تابعين لفاس il concerne le corps enseignant le staff administratif et technique les étudiants ainsi que toute personne présente à quelque titre que ce soit au sein de l'institut c'est-à-dire هذا القانون الداخلي كيتنظم في هذه المعاهد وبالتالي فان فاش كيتنظم في هذه المعاهد انه كيهمنا الناس اللي خدامين في هذه المعاهد كيف ما كانوا يا اما في الاداره يا اما الاساتذه المدراء الاساتذه اللي خدامين في الاداره لي سكرتير جينيرال الكاتب العام يعني هادو كلهم كونترني وكذلك الكونسيرني بهذا هذا القانون كيهمنا التلاميذ اللي كيقراو في ديك المؤسسه بيان سور وكذلك الناس اللي كيدخلوا لنا هذه المؤسسه يعني كزائر يعني جا الاب ولا الام ديال شي طالب جا للاداره يعني خاصو يحترم هذا القانون الداخلي على النص الثالث كيهضرنا بانه او نيفو دي زيسبيس دو بروندر توت انترفينون او نيفو دي زيسبيس دو بروندر كونيسونس دو سو ريغلمون règlement intérieur et s'engage à respecter les dispositions يعني هاد القواعد المنصوص عليها في هاد ولا هاد النصوص اللي تقالوا في هاد القانون الداخلي انه خاص اي واحد كيف قلت لكم ان بان هاد الفيديو راه مهم لاي واحد باغي يقرا لانستيتيو سوبيريور دي بروفيسيون انفيرميير اي دي تكنيك دو سونتي لانه ملزم باش انه يعرف هاد القواعد وانه ملزم باش انه يطبقها La direction des ressources humaines relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé veille au suivi et à l'accompagnement des instituts en matière de gestion administrative et pédagogique. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons une de l'espèce qui a été créée par une société de l'espèce qui a été créée supervisée pour la supervision du bon déroulement. ديال الترافاي دي سي زانستيتو يعني انها كتحرص على المراقبه ديال الخدمه ديال هاد لي زانستيتو بانهم خدامين كوم الفو يعني خدامين مزيان هنا هضرنا على واحد لانستانس اللي هي لا ديريكسيون دي ريسورس ايمان واللي هي صاوبات لنا هاد لو ريغلمون انتيريور وهي اللي كديفيزي يعني كتسهر على النشر والاخبار ديال المؤسسات بهاد لو ريغلمون على Pour l'organisation administrative des instituts, chaque institut est dirigé par un directeur assisté par deux directeurs adjoints et un secrétaire général. Il y a déjà traité de la vidéo qui a été la présentation générale, la présentation, tout ce qu'il faut savoir sur les Suisses. Et les Suisses et les instituts, quel que soit annexe ou principal, انها كيترأسها واحد المدير وهذا المدير كاين معاه جوج مدراء مساعدين غنشوفوهم من بعد وكاين واحد الكاتب عام النص الخامس كيهضرنا على المهام ديال هذا المدير اللي سميتو انه شنو خاصو لو فونكسيونمون دو لانستيتو لو كورديناسيون دي سيز اكتيفيتي il préside le conseil d'établissement il gère l'ensemble des personnels affectés à l'institut. يعني c'est-à-dire انه هو مكلف بانه كيسهر على الخدمه ديال هذا الانستيتوت يعني وكيأثر زاكتيفيتي الانشطه اللي في هذا المعهد وانه هو الرئيس ديال اللجنه ديال المعهد هذه اللجنه غنهضروا عليها من بعد شكون اللي كيكون في هذه اللجنه il gère l'ensemble des personnels انه هو كيسير لنا كاع الناس اللي خدامين في الانستيتوت هو اللي كيسيرهم وكيحرص البون ديرولمون دي زونسينيامون انه خاص يعني القرايه في المعهد تدوز في احسن الاحوال لا هي ولا الامتحانات لي برون لي ميزور ابروبريي ا سيت فان اي نيغوسي لي زاكور اي لي كونفونسيون ان كونفيراسيون كي سون سومي ا لابروباسيون دو كونساي دتابليسمون هنايا قلنا بان انه كي
كيفاوض على دوك معاهدات ولا اتفاقيات ديال الشراكة، واللي هما كي ضروري انه واخا تكون شراكة بحال باغ اكزومبل شي مؤسسة بحال الوثائق حق الدم بغات تجي لانستيتيو ديال لي سبيس وبغات دير واحد اليوم عالمي، وبداك اليوم العالمي كدير واحد الندوة على شنو هو تحقق الدم، شنو هو الهدف من هاد تحقق الدم، وكدير دوك التلاميذ كي كتانفيتيهم كدعوهم باش انهم يعطيو يتبرعوا بالدم. الو مش غتجي هي ديك المؤسسة تجي ولا لاسوسياسيون الجمعية تجي تدخل، خاصها واحد لاكور ديال الديريكتور، وهاد كدير مع واحد الكوبيراسيون كتكون شراكة، وهاد فاش كتعطي المقترح ديالها، ولو ديريكتور المدير كيمشي لديك اللجنة ديال المعهد وكيناقش معاهم وكيشوف واش انهم موافقين ولا لا. Il veille au respect de la législation et la réglementation en vigueur. يعني أنه كيحرص كذلك بأنه يحترم القانون والنصوص المنصوصة في هذا الريغلمون انتيريور، أنه كيتخذ التدابير إذا كانت شي مخالفة ديال هاد القوانين، يعني أنه كياخذ دي ميزور نيسيسار. نصت لو ديريكتور ادجوان شارجي دي زيتيد. عندنا دابا كنا كنهضروا على دوك المدراء المساعدين، كان عندنا واحد مدير مساعد اللي هو مكلف بالدراسات، هو اللي كيتكلف تو سكي بيداغوجيك اي اكاديميك، هو اللي متكلف داكشي ديال القرايه، يعني انه هو اللي كيتكلف هادشي ديال الامتحانات، الوحدات اللي خاصهم يتقراو والبلانين، يعني لومبلوا دي طون ديال كل ماتيا كل اوبسيون، وانه هو اللي كيدير لا بلانيفيكاسيون كيدير التخطيط ديال لي ستاج التدريب الميدانيه، وانه الي اسيستي حد المدير اللي هو كيساعدنا المدير العام ديال الانستيتيو، انه شكون كيعاون كيعاونو دي كوردوناتور دو لا فيليير دي كوردوناتور دوبسيون، كنقولو كوردوناتور دو لا فيليير باغ اكزومبل كوردوناتور دو لا فيليير دي سوان زانفيرميي، و اون كوردوناتور دو لوبسيون انفيرميي بوليفالون باغ اكزومبل، يعني كل فيليير فيها بلوزيوغ كوردوناتور، يونيتي دي زافار استوديانتين اي سكولاريتي، يونيتي دو جيستيون بيداغوجيك لوي سيغون اتاشي. هاد المدير اللي عندنا حنا هو شارجي دي زيتيود، انه كيعاونو هاد لي كوردوناتور، اي لو كوردوناتور كيعاونو، ولاني عندو جوج وحدات تابعينو، وحده ديال الشؤون الطلبه والتمرد، وعندو وحده ديال التسيير البيداغوجي، يعني عندو جوج، يعني لي زافير استوديونتين هي اللي كدير لانسكريبسيون باش كتنجح ليتوديون كيمشي وكيحط الدوسي ديالو، وكدير لانسكريبسيون سيمستر 1 سيمستر 2، كان شي مشكل كيمشي لي زافير استوديونتين. ولا جيستيون هاد لا جيستيون بيداغوجيك il concerne les enseignants، يعني كي انفورميهم على لي بلانين، يعني كي كتكون واحد النيغوسياسيون افيك لي زونسينيون بور ادابتي لو بلانين، اي بور ادابتي لو بلانين كو سو سوا لو بلانين دي زيتود دي زونسينيومون او لو بلانين دي كونترول كونتينو او لي كونترول فينو. لو ديريكتور شارجي دو لا ريشيرش، دوزيام ديريكتور سي لو ديريكتور شارجي دو لا ريشيرش اللي مكلف بالبحث وبالتكوين المستمر اي لا كوبيراسيون. هنايا كما قلنا بان كاينه لا فورماسيون دابا هضرنا عليها في الاول، وكاينه لا فورماسيون كونتينيو كتر او بروفي دي زانفورميي بور لي زانفورمي لي زاكتواليتي دون لو دومين سانيتير، اي لا كوبيراسيون تدير الشراكه ايغالمون، انه مكلف سي سا مكلف بلا ريشيرش سيونتيفيك الابحاث، يعني كدير الابحاث، وانه مكلف بداك السونتر دو دوكومونطاسيون اي دانفورماسيون، يعني مكلف بالبيبليوتيك ديال المعهد المكتب. السكرتير جينيرال هنا يقول بانه المدير كيساعد المدير المكلف المساعد في اللي هو مكلف تو سكي بيداغوجي اكاديمي، والاخر ديريكتور اللي هو مكلف تو سكي سيانتيفيك لا ريشيرش سيانتيفيك لا فورماسيون كونتينو اي لا كوبيراسيون، اي لو سكرتير جينيرال ايغالمون. شنو هو لو سكرتير جينيرال؟ انه مكلف تو سكي ادمنستراتيف اي فينانسيير، مكلف بكل ما هو اداري وبكل ما هو مالي ديال الانستيتيو ولي زانكس ديالها،
اللي تابعين ليها يونيتي دي جيستيون دي موايان اي زافار، عندو واحد الوحدة ديال تسيير الموارد والشؤون العامة، يونيتي دي لا جيستيون دي بيدجي يعني وحدة لتسيير البيدجي المال دو لا كونطابيليتي المحاسبة، يونيتي دو لا جيستيون دي ريسورس هيومان ديال الموارد البشرية اللي هما الموارد، هنا كنقولو الموارد البشرية ما كنهضروش بها حتى التلاميذ، التلاميذ قلنا عندهم الوحدة ديالهم الخاصة بها اللي هو مكلف بها المدير المكلف بالدراسات البيداغوجية والأكاديمية. هنايا لي ريسورس هيومان هو البيرسونيل اللي الناس اللي خدامين في الانستيتيو، يعني بحال اللي خدامين في الإدارة، الناس اللي خدامين في التعليم، البيرسونيل انسانيون ديريكتور ادجوان شارجي دي زيتود، لو ديريكتور ادجوان شارجي دو لا ريشيرش سيانتيفيك دو لا كوبيراسيون دو لا فورماسيون كونتينو، ايغالمون لو ديريكتور جينيرال. هنا كاين البيرو دوغد، البيرو دوغد اش كنقصدو بالبيرو دوغد؟ هو اللي كدار فيه الكوريي، كيديرو فيه لي لاتر. باغ اكزومبل واحد البيرسونيل اللي خدام في لانستيتو بغاو يقبض واحد كونجي اكسبسيونيل، ولا بغا يحط واحد سيرتيفيكا ميديكال، انه كيحطها في هاد البيرو دوغد باش كتصيفط المديرية الجهوية، وكتصيفط كتصيفط بدورها كتصيفط لوزارة الصحة، وأنه السكرتار جينيرال أنه مكلف بالسكرتارية ديال اللجنة ديال المؤسسة. النص الخامس، النص الخامس كيقولنا بأنه شاك أنكس، هادي كيهضرلنا على مؤسسات دوك لي سبيس لي أنكس لي تابعين لي سبيس برانسيبال، انه تم بدورهم فيهم مدير، وانه عنده تو بحاله بحال المدير الاول، يعني عنده واحد سكرتير جينيرال وعنده واحد المدراء مساعدين. دابا نهضروا على الكوردوناتور دو لا فيليا، لو فيليا لو كوردوناتور دو فيليا دو فيليا. عندنا الكوردوناتور بيداغوجيك دو شاك فيليير، اش كيدير؟ يعني انه هو مكلف بهاد المهام، انه كيكوردوني كيعاوننا الديريكتور شارجي دي زيتود، ديريكتور شارجي دي زيتود انه كيعاوننا داك الديريكتور، وانه كيكوردوني ما بين لي زوبسيون هو اللي مكلف بهم. il participe aux activités d'enseignement théorique انه واخا انه مؤطر ديال الشعبة في دياب، انه شنو انه كيقري حتى هو دي كور تيوريك براتيك نظريه وتطبيقيه، وكيدير لونكادرمون ديال لي تاثير البحوث ديال 3 اني، سوبرفيزي لو ديرولمون دو لونسانيمون او نيفو دي زانيكس راتاشي لانستيتيو، يعني انه كيمشي كيقوم بمراقبه الصيروره ديال القراية في دوك دي زانستيتيو انكس، سيفغ اي ايفاليو ليتا دافونسمون دي بروغرام دو لا فورماسيون دو لا فيليا، انه كيمشي كيشوف ليتا دافونسمون باغ اكزومبل واحد المدير جا قرا فين وصل فيه لونسينيو، واش قرب يسعى ليه، واش بقى له شي حاجة، يعني باش انه كينفع باش انه كيصاوب داك لو بلانين اي لومبلوا دو طون، لا كاليتي الجودة كيصرع على الجودة ديال هاد لونسينيومون. participer aux activités de développement des professions. Le coordinateur de la filière, c'est le coordinateur de la chaîne, et il y a un autre qui est nommé, qui se met bien au coordinateur de la filière, ou le قرار du مدير de l'institut, qui connaît اقتراحات ديال les coordinateurs des options. Donc les coordinateurs ديال les options, هما اللي كيديروا واحد كيديروا واحد الاستفتاء كيشوف بانهم واش انه كيقترحوا واحد الانسان انه يكون كوردوناتور دو لا فيليير، وصافي باش كيعلموا المدير بالقرار ديالهم، انه هو كيتشاور مع الديريكتور اللي هو شارجي دي زيتود وكيقرر. الكوردوناتور لا كورديناسيون دي زونسينمون، دابا الكوردوناتور هنايا لوبسيون باغ اكزومبل، هذاك فاش هضرنا فيه الكوردوناتور، هذاك الكوردوناتور دي سوان زانفيرمي، يعني انه كيأثر لنا لي زانفيرمي بوليفالون، لي زانفيرمي اون سونتي مونتال، لي زانفيرمي اون
en anesthésie et réanimation. Il coordonne ses options. Ou il y a une option qui est de la coordination, le coordinateur. Il y a une autre chose. Nous savons que le micro, c'est le chèvre. Il y a le sous-groupe ديال هاد الشعبة الكبيرة هي كنقولوا لوبسيون مير. هاد لي زوبسيون فيس ديال لوبسيون مير يعني انهم كيدير لها لا كورديناسيون هو الكورديناتور، يعني انه في ديك الشعب بحال دابا ديال الممرض متعدد التخصصات انه كيسهر نفس الخدمة، كيسهر على لو بون ديرولمون ديال لونتينو، كيدير البلانين ديال ديك ديال ديك لوبسيون ديال ديك الشعبة ديال اس ان اس 3 اس 6، يعني كيدير لو بون ديرولمون ديالها. هو نفس الشيء انه في هنا الكوردوناتور هو اللي كي بروبوزيه للديريكتور دو ليسبيس واللي كياخذ القرار افيك لو ديريكتور اجوان شارجي دي زيتود. عندنا كذلك الريسبونسابل دو موديل، باغ اكزومبل قلنا بان كاين عندنا الكوردوناتور باغ اكزومبل دي سوان زانفيرميي، عندنا الكوردوناتور دو لانفيرميي بوليفالون، كوردوناتور دو لانفيرميي اون سانتي مونتال اكسيتيرا. اي باغ اكزومبل في الكوردوناتور دو لوبسيون دو لانفيرميي بوليفالون عندنا دي موديل، بليزيور موديل، باغ اكزومبل موديل دو لاناتومي. هاد الموديل دو لاناتومي كيكون عنده واحد ريسبونسابل دي موديل. Voilà, l'article 16, il traite le conseil d'établissement, qui est peut-être qu'on a le jna de la mouassasa. On a traité l'article 35 de la loi 0100. Il faut voir le président du conseil, ce qu'on voit le raïs de la conseil, c'est le directeur, le moudir. Ou on a le secrétaire. سكرتير انه كي سكرتير سي لو سكرتير سكرتير ديالها و سكرتير جينيرال. Les décisions du conseil d'établissement sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. يعني القرارات ديال هاد اللجنة ديال يعني انه كدار تصويت، كدير واحد القرار والاغلبيه الاغلبيه بحال باش ثلاثه الناس صوتوا ضد عشرات الناس في واحد القرار، يعني كناخذ القرار ديال عشرات الناس. ولا يعني فاش كيكون نفس القرار، يعني كيتحكم، يعني لو بريزيدون كيقرر داك القرار، سي ايفيدون. L'article 19, les réunions sont consignées dans des procès verbaux signés par le président diffusés aux différents membres. Il y a une décision qui est de l'adresse de l'adresse qui est de l'adresse qui est le président du conseil ou le modèle. Lors de sa première réunion, le conseil d'établissement crée des commissions permanentes. يعني فاش كيدار الاجتماع الاول هاد اللجنه كدير واحد لجنات دائمه. كاينه اربعه ديال اللجنات، هادو خاصهم ضروري تعرفو. كوميسيون دي زافير اكاديميك اي بيداغوجي، واحد اللجنه اللي مختصه بالشؤون ديال الاكاديميه البيداغوجيه. كوميسيون دو ريشيرش دو فاليزاسيون سيانتيفيك، واحد اللجنه اللي هي ديال البحث والاعلاء بعد لا ريشيرش سيانتيفيك، يعني فالوريزاسيون. كوميسيون دو بارتناري دو كوميونيكاسيون، اللجنه ديال الشراكه والتواصل. كوميسيون دو سويفي اي دو بيدجي، يعني كتبع هاد يعني البيدجي الماليه ديال الانستيتي. دوتر كوميسيون اد هوك peuvent être créés éventuellement en cas de besoin.
هذه كوميسيون اد هوك كنزيدوهم الا كانت لقينا باننا بحاجه لواحد الكوميسيون ديك الساعه كتجي كتفرضها علينا واحد الظرفيه وكدار واحد الكوميسيون ديك الساعه. شاك كوميسيون دو كوميسيون اللي قلنا حنا عليهم ils sont composés de moins de 5 membres coordonnateurs. Que nous avons 5, les coordonnateurs, les directeurs de l'institut annexe, que nous avons les directeurs de chaque institut. Maintenant, nous avons un autre. Directeur. خاص يكون عندنا الكوردوناتور كل لجنة خاص يكون عندنا الكوردوناتور وخاص يكون فيها المدراء ديال المكناس وتاذا هذا هو بسسون الكوردوناتور دو شاك كوميسيون الكوردوناتور ديال داك الكوميسيون المؤثر ديال ديك اللجنة كيختار شكون تيختارو الرئيس ديال اللجنة كيختارو الرئيس ديال اللجنة فاش كيختارو parmi les enseignants chercheurs relevant de l'institut, parmi les étudiants, chaque coordonnateur de commission ne peut avoir la charge de la coordination que de, yani المؤثر كيكون مؤثر كاين غير في لجنة وحدة ميمكنش يكون مؤثر بزاف ديال اللجنة. La candidature en commission, يعني انك باش ان الخيارات لهاد اللجنة انه مخول الجميع الاساتذه اللي في المعهد والناس اللي خدامه في الاداره مو كل شيء ممكن انه ينخرط بزاف ديال اللجنات ينخرط في ربعه كاع ديال اللجنات يعني ديك الساعه كيكون الفوت ولا كيكون واحد لاكور اون كوما يعني كل واحد يكون في واحد الكوميسيون لو كوردوناتور دو شاك كوميسيون بيرمانونت بروبوز لور دو لا بروميير ريونيون سون ادجوان اي ديزين سون رابورتور يعني في ذاك اللقاء الاول ولا الاجتماع الاول انه ذاك الكوردوناتور دو شاك كوميسيون ذاك المؤثر ديال كل لجنه كيقترح واحد الاستاذ ولا واحد العامل اللي في ديك المؤسسه لانه يساعده او رابورتور ذاك اللي كيكتب تي رابور تيدير الرابور دو تو سكي دي au niveau de la réunion de telle ou telle commission. Il y a un rapporteur qui s'occupe de ce qu'il y a, yani qui dit une خلاصه qui tabia de ce qu'il y a dans la réunion, l'ijtima. Cet adjoint remplit les tâches du coordonnateur en cas de fermeture. هذا المساعد اللي كيكون مع هذا الكوردوناتور في حالة ما كانش داك الكوردوناتور كان absent يعني كي هو اللي كيخدم هو اللي كيعوض وهاد لي رابور اللي كيديرهم الرابورتور دوك الكتابات ولا الخلاصات اللي كيكتبهم الرابورتور المحرر انه كي ديفيزا كي تبارطاجا مع كاع لي ممبر دو لا كوميسيون اي ايغالمون لو بريزيدون دي كونساي présent de la majorité des cas. Les commissions permanentes émettent des recommandations en cas de partage, même chose. Ça, l'admission des étudiants, c'est ça ce qui est très très essentiel pour vous, chers étudiants. On a l'article 28, l'accès ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat scientifique, les options orthophonie, psychomotricité et assistance sociale sont ouvertes aussi aux titulaires du baccalauréat série lettres modernes. C'est-à-dire, باش انك تدخل المعهد انه مفتوح لكاع الطلبه اللي عندهم بكالوريا علميه ولكن هاد لي زوبسيون هاد الشعبات ديال لورتوفون صح النطق لا بسيكوموتريسيتي و اسيستون سوسيال يعني مساعد اجتماعي انهم مفتوحين في وجه الطلبه اللي عندهم بكالوريا ادبيه عصريه. Le concours d'accès comporte trois étapes, la sélection sur dossier, l'épreuve écrite et le test d'aptitude. Il y a un l'imtihan ديال مباراة الولوج للمعاهد العليا للمهن التمريضية والتقنية الصحة انها كتمر بثلاث المراحل
كاين الانتقاء الاولي الامتحان الكتابي، وكيكون واحد امتحان الاهليه ولا اختبار الاهليه اللي هو كيكون سو فورم دان انتروتيان اورال. L'article 29. L'article 29 tiguna bi anna les conditions d'accès ainsi que les modalités d'organisation du concours d'accès différents cycles ouverts au niveau des ISFIS sont rappelés annuellement par les circulaires du monsieur le ministre de la Santé. Yani anna had le chorot ديال الولوج هاد المعاهي انهم رابلي كي تكون إعادة تذكير ديالهم كل عام بواحد واحد المذكرة وزارية كي خرج تتخرجها وزارة الصحة. La direction des ressources humaines relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé veille sur l'organisation du concours d'accès et assure l'accompagnement pédagogique des instituts. Et je crois que حرص على هاد الأجواء ديال هاد المباريات هي المديرية ديال الموارد البشرية. L'article 30. النص 30 يقول بأن هذا العدد لو نومبر دي كانديدا ادميتر بار سيكل اي فيكسي بار لا كوميسيون سنترال دو لا كورديناسيون اي دو لا فورماسيون ان كونسرتاسيون افيك لو ديريكتور دي انستيتو كونسيرن. يعني هذا العدد ديال هاد المرشحين اللي غادي يتقبلوا بار سيكل كل سيكل نشوفوا لي سيكل اللي كاينين في الانستيتو ما كاينش غير السيكل لي سون انه كيتحدد بواحد اللجنه مركزيه ديال تأطير التكوين اللي هي تتخذ القرار ديالها بموافقة مع المدراء ديال كل معهد. يعني ستادير يعني انه هاد اللجنة كتتصل بديك المدراء كتقول لهم شنو هما لي بوزوان ديالكم شنو هما الاحتياجات ديالكم في العدد ديال هاد لي زانفيرميي اللي باغيين تخرجوهم لي زيتيديون وكتخرج ليها القرار. لارتيكل 31 لي ريزولطا du concours d'accès ne sont valables que pour l'année scolaire au titre de laquelle ce concours a été organisé. Et nous avons dit, même que j'ai une année, j'ai fait l'année 2019-2020, ou j'ai fait l'année 2021-2022, j'ai fait l'année 2021-2022, j'ai fait l'année 2021-2022, j'ai les autres années. La liste des candidats déclarés admis au concours d'accès aux instituts ainsi que la liste d'attente sont communiquées par affichage au niveau de ces instituts et au niveau du site web de l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Il y en a un nom, donc nous avons le concours, nous voilà, un nom qui déclare, qui est tellement, ou un nom, la liste. لا ليست داتونت كانت ديك لائحه الانتظار انهم كتبلغ بهم الوزاره دي زانستيتي وكي تخرجوا على شكل اوراق وتتافيشاو في لانستيتي تتعلقوا وانه هاد لي دوكيومون سو فورم دو بي دي اف كيتبارطاجو في لو سيت دو مينيستير دو لا سونتي اللي هو www.sante.gov.ma. Les candidats, l'article 33, les candidats admis qui ne sont pas inscrits dans la limite de 5 jours, ouvrables suivant la date de la rentrée, sont considérés comme ayant renoncé à leur admission et sont remplacés par les candidats figurant sur la liste d'attente. Il y a donc tout là-bas, les très blancs, ou un nom, madarush, l'inkhirat nihaï, l'moussassa. إذا مشينا مشات حتى بدا الدخول المدرسي بدات القراية يعني بحال لو كانز نوف يعني 15 شتنبير بدات القراية إلا جاو حتى 21 شتنبير راه ما يتقبلوش لحقاش كيتعتبروا بأنهم رفضوا أنهم يقراو في المؤسسة وأوتوماتيكمون أنهم كيتحيدوا وكيتزاد نهار 21 كنزيدو واحد من ديك لا ليست داتونت سيلون ليفيكتيف ديال لي زيتيديون اللي ما تلتحقاش بالمؤسسة. La liste d'inscription définitive sera fermée 10 jours après la rentrée officielle. يعني هذيك 10 ايام من بعد القرايه الرسميه ديال القرايه الرسميه يعني كتسد ديك اللائحه ديال ولا ديك لوبورتونيتي ديك الفرصه باش انه يدير الانسكريبسيون. سيتادير
قال لك الناس اللي هما اصلا جاو قبلوا في لا رونتري سكولير قلنا بان 5 ايام غيكونوا جاو لنا، يبان لنا الناس اللي يعني كتبقى لك 5 ايام الاخرين دوك الناس اللي خاصهم في لا ليست داتون خاصهم يلتحقوا، يعني عندهم 5 ايام. Une carte d'étudiant est délivrée à chaque étudiant admis aux instituts supérieurs des professions infirmières et des techniques de santé. Elle est renouvelée au début de chaque année d'études. Et une fois que l'inscription, qui est faite à dialogue, que l'inscription définitive, l'unité des affaires étudiantines et scolaires, qu'elle chaque étudiant qui a la carte, les étudiants qui ont la ou qu'elle un dossier d'étudiant est tenu pour chaque candidat admis et inscrit au niveau de l'ESPIS et ses amis. Et ne fait que j'ai été de l'inscription, qui est l'unité des affaires étudiantines et scolaires, qui est le pièce le matelot, par exemple, photocopie de la carte nationale, baccalauréat, l'origine du baccalauréat, qui est des relevés de notes, qui est le formulaire d'inscription, qui est en ligne, et qui est le formulaire de l'assurance. كتحط وكيولي الدوسي عنده مكلاسي في لانسيتي في هاد لينيتي او نيفو دو لانسيتي. L'article 36. Des passerelles sont également prévues dans les conditions d'accès et la procédure de sélection sont spécifiées dans les descriptifs des filières et options. كاين ممكن انهم يوقعوا دي باسخيل، شنو هي دي باسخيل؟ انهم ولا كيكون انك ممكن تكون قريتي شي شعبه وما لقيتيش راسك فيها مزيان، قصدك انك تبدل شعبه اخرى، ولكن لي باسخيل ما بين لانستيتي تمشي من لانستيتي لونيفرسيتي الجامعه ولا من الجامعه لانستيتي، هذا هما لي باسخيل. ارتيكل 37 هنا هذه جينيرالمون هاد لي باسخيل سو لي بلي سوفون يوتيليزي بور لو سيكل ماستر باغ اكزومبل. شي واحد شي ايتيديون انه تخرج وشد ليسونس ديالو ممكن انه يدفع الماستر لونيفرسيتي، هذه كتسمى باسخيل، كيمشي كيكمل القرايه ديالو في الماستر في لونيفرسيتي في شي برونش. اون با تريتي هاد لي ماستر، دابا نطرقو لشي موضوع ديال هاد لي ماستر اللي ممكن انكم ديروهم في الجامعه. الوغ توت لي موداليتي داكسي اي بروسيدور دي سيليكسيون بور لي باسخيل، يعني ديبلوم كونستيتيون دي دوسي دو كانديداتور بور بروغرام باسخيل، لو نومبر دو بلاس اوفارت شاك اني دات بريفي، يعني هادشي كله هاد كل ما يتعلق بهاد انك دوز من بلاصه لبلاصه وهاد لي فيكسيت، يعني العدد اللي ممكن انهم يجيو، يعني عندهم كيكونوا فيكسيين بالكونسي ديتابليسمون اللجنه ديال المؤسسه وكيتفاليدو في الكوميسيون سنترال دو لا كورديناسيون دو لا فورماسيون اللي كاينه في الرباط. 38 L'étudiant ayant validé au moins les deux premiers semestres peut, sur sa demande, être autorisé à poursuivre ses études dans la même option dans un autre institut assurant la même formation. C'est-à-dire, elle n'a que le mid, les rois, l'aql, juge d'orat, elle n'a pas moumkin, et tout le talab, elle n'a pas le elle n'a pas kimbil. القرايه ديالو في نفس لوبسيون شي انستيتيو اخرى، باغ اكزومبل شي تلميذ انه كاين في كازا وقرا داك العام في كازا واحد العامين ونجح، باغ اكزومبل قرا عام ونجح في دوك نجح في الاس ان والاس دو سيمستر ان سيمستر دو، وانه بغا ينتقل يقرا في قنيطره، ممكن انه يطلب يدير طلب للاداره وانه يمشي يقرا في قنيطره مع شاف بانه غادي يمشي يكمل بداك التخصص اللي هو دارو التخصص اللي دارو لورغانيزاسيون دي زيتود. شنو كاين في لي زيتود في لارتيكل 39 انها كاين بزاف ديال القرايه، انه كاين يعني سيستم موديولير كنقراو لي موديول، يعني كل دوره فيها 12 موديول، يعني 24 موديل في العام، وانه خاصهم يتفاليداو، وانهم هاد لي موديل فيهم دي كور تيوريك دي ترافو براتيك دي ترافو ديريجي، يعني كاينين دروس نظريه وكاينين دروس تطبيقيه، وهاد التطبيقيه يعني انها كتكون اما كتكون في مؤسسه درس تطبيقيه اما كتكون تدريب ميدانيه كيكون ستاج،
هاد لونسينيامون لي سيرفيس نتا كانوا ثلاثة ديال الأسلاك، كاين السلك ديال الإجازة المهنية، السلك ديال الماستر، والسلك ديال الدكتوراه. لارتيكل 40 اش كيقولنا؟ كيقولنا بأنه شاك إتيود، شاك أني ديتيود est composé de deux semestres comprenant chacun 6 semaines d'enseignement et d'évaluation. Il y a une couleur, puis juge de rat, couleur de rat, puis il y a 16 semaines, les deux la pierre, le raya ou le petit hanan. Les semaines de la formation de la séance. عندهم كتكون عندنا السيمستر 1 و 3 و 5 كيكونوا من نص ديال شهر 9 حتى نص ديال شهر 2، والسيمستر ديال 2 و 4 و 6 كيكونوا من نص ديال فبراير حتى نص ديال شهر 7، نص 41. لي زيتيديون بينيفيسي دي فاكونس يونيفرسيتير دون لي كونديسيون سون فيكسي باغ لوتوريتي غوفرنمونتال شارجي دو لونسينيمون سوبيريور. يعني هاد العطل كل عام تيخرج واحد الجدول ديال العطل، ديال العطل اللي كديرهم الوزارة ديال التعليم العالي. لارتيكل 42، لارتيكل 42 كيهضرك على لو سيكل دو لا فورماسيون، لو سيكل ليسونس بروفيسيونيل. فيه بزاف ديال لي فيديو، هاد لي فيديو ديجا تخاتيتو في واحد الفيديو تتشوفوه ديال تو سكي فو سافوار سور لو سبيس. عندنا الفيديو كاينين soins infirmiers, sages-femmes, techniques de santé, rééducation, réhabilitation, l'assistance médico-sociale, et on a également les options de chaque filière. D'autres filières aux options peuvent être ouvertes ou supprimées, et d'autres peuvent être créées suite aux propositions du conseil d'établissement après approbation de la commission centrale de la coordination de la formation. Par exemple, un année pour le Mahed, quand on fait par exemple le filière de soins infirmiers, quand on fait les options, quand on fait infirmier polyvalent, quand on fait infirmier en santé mentale, quand on fait infirmier en anesthésie réanimation, quand on fait infirmier en soins d'urgence et soins intensifs. Had l'âme de l'âme de l'âme, l'âme j'ai un drone, par exemple, infirmier en anesthésie réanimation, en anesthésie réanimation, drone, machin mouchk. العام اللي مورا نقدروا نزيدوا واحد لوبسيون اخرى، زاد نديروا هاد الربعه ديال لي زوبسيون ونقدروا نديروا هاد الربعه ديال لي زوبسيون نقدروا نزيدوا اوبسيون واحده اخرى ميم شوز، ولكن زياده ولا نقص انهم كتقترحوهم للجنه ديال المؤسسه واللي خاصها تعطينا لاكور الكوميسيون سنترال اللي كاينه في الرباط. لي ريجيم دي زيتود او نيفو دي زانستيتو سوبيريور دي بروفيسيون انفيرميير ديك exclusivement externe, c'est-à-dire ma kenach l'internat des espèces quand je parle de flex, parce qu'un clif 16 quand l'internat ou les nidaba régime nidam kharigi. Le stage se déroule à plein temps ou à temps partiel dans les structures sanitaires publiques ou dans toute autre structure qualifiée et offrant des opportunités d'apprentissage. Mais ce le stage un an qui est un stage continu. يعني كيدار من 8 ونص ل 4 ونص، كيدار كونتينيو ولا بارسيل، كيدارو غير الصباحات يعني من 8 ونص ل 12 ونص كيدارو، وكيدارو في لي زوبيتو، كيدارو في لي سونتر دو سونتي. يعني هذا هو النظام ديالهم. دي كونفونسيون بوف اتر كونكلو انتر لي انستيتيو لي ستراكتور لي اورغانيزم ريليفون دو سيكتور بوبليك بريفي. يعني هذاك لوبيتال فاش كنمشيو واحد لوبيتال، يعني كتكون واحد الاتفاقيه بين لانستيتيو دوك لي زوبيتو دوك لي ستابليسمون سانيتار نوتامون بور لاكومبليسمون دو ستاج دي بروجي دو فان ديتود. يعني دوك الابحاث اللي كديرو في السنه الثالثه لي ميموار بروغرام دو فورماسيون كونتينو. لا ديريكسيون ريجيونال دو سانتي ليو دامبلونتاسيون دو لانستيتيو اي ابلي ا اكومباني دي زانس dans la réalisation de leur mission. Et le modèle de Jihawia, le SHAK, c'est le SSF. Et pour récapituler, il y a des conventions, il y a un directeur qui est chargé de la coopération et des partenariats. Il y a un directeur qui est chargé de la coopération et des partenariats.
المؤسسة اللي كيدير فيهم لي ستاج التدريب الميدانية، وأنه كيداروا باغ اكزومبل فاش كتكون لي فورماسيون كونتينيو، يعني كيجيب داك البيرسونيل باش أنه يقدر يدير له تدريب ميدانية في شي مؤسسة، يعني ما خاصوش يجيو ويديرهم حتى تكون واحد الاتفاق مسبق مع المؤسسة، وأن المديرية الجهوية للصحة كتساعد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة كتساعدهم باش أنهم pour la réalisation de cette chose-là. L'article 46, au cours des stages qu'il accomplit, les étudiants sont encadrés par le personnel enseignant et ou les professionnels de santé exerçant au niveau des lieux. Il y a une autre stage qui est trop. Il y a une autre stage qui est قال ماشي الممرضين، الممرضين الاطباء البيرسونيل كي اكزيرس او نيفو دو ايتابليسمون، يا اما انهم تتاثروا فقط من البروفيسيون دو سونتي، يعني من الممرضين اللي كيخدموا في ديك المعهد ديك المؤسسه الاستشفائيه. لوغسكو لي ستاج سون افكتيو سو فورم دو غارد دو نوي، لي زيتيديون سون ليبيغي لا ماتيني دي لوندومان. يعني هنايا كيكونوا لي ستاج يا اما قلنا بان كيكونوا كونتينيو، يا اما كيكونوا غير في الصباحات، يا اما كيكونوا لي غارد. لي غارد يعني اللي كيخدم، يعني اون فوا كيخدم لي ستوديون بالليل لاغد لي الصباح كيكون عنده خاوي ما يصلحلوش ما غادي يخدمش فيه. دورون لو ستاج كلينيك لي كور تيوريك اي براتيك، لي ستوديون سون تونو دافوار لور بادج اي اون تونو ريغلومونتير دون لي كاركتيريستيك سون فيكسي بار لا ديريكسيون دو لانستيتيو ان كونسرتاسيون افيك pédagogique, de même ils sont astreints à l'obligation de respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle et des règlements intérieurs de l'établissement où se déroule leur stage. يعني هنا فاش غادي يمشي التلميذ اللي يمشي للستاج عندنا خاصو يدي البادج ديالو البطاقه ديالو وانه يدي اللباس ديال الستاج، هو جينيرالمون تيكون بيض كتكون سروال وفيست الفوق، يعني خاصهم ضروري تلبسو، يعني وخاصو انه فاش يمشي يدير ستاج في شي مؤسسه انه خاصو يحترم ديك المؤسسه، يحترم الناس اللي خدامه في ديك المؤسسه، يحترم القانون الداخلي ديال ديك المؤسسه. مره اخرى ان شاء الله غنهضروا على لو ريغلومون انتيريور دو لوبيتال، خاصو يحترمو، يعني خاصو يكون عارفو لو بور دو لينفور سوديا انكلو دو اتر ليميتي او ليو دو ستاج اي او لابوراتوار. ا سيت ايغار لو بور دو لينفور اي ابروسكري دون تو ليو بوبليك à l'extérieur de l'établissement d'accueil de stage afin de prévenir la propagation des infections. يعني ان داك التوني ديال ستاج خاصو ضروري انه يتلبس غير في المؤسسات الشفائيه، خارج المؤسسات الاستشفائيه ما خاصوش يتلبس باش اننا ما ننقلوش العدوى والجراثيم لبلايص اخرين. بالنسبه للامتحانات، كاين جوج امتحانات، الكونترول كونتينيو المراقبه المستمره والامتحان النهائي ديال الموديل. يعني هادو هما الامتحانات اللي كيداروا دي زامان دي بونسيون لي توني دو لونسومبل دي لو كونترول فينال. سو كي اسونسييل سي لا فاليداسيون دو سي زونتروت. La validation voilà, un module est acquis soit par validation ou par compensation. Il n'a par validation la compensation. Un module est validé si la note est supérieure ou égale à 10 sur 20. Et en réalité, valide, il est consulté à la HRI. Si aucune note de l'un des éléments le composant n'est inférieure à la note limite précisée dans le descriptif du module. Il y en a valide. Il est qu'un par compensation si l'étudiant valide le semestre dont fait partie son module conformément à la norme. Avec le cahier des normes pédagogiques, on va voir la règle sur le cahier des normes pédagogiques. On va voir faire une vidéo sur ce sujet. Les étudiants n'ayant pas acquis un module par validation à la session normale sont autorisés à passer un contrôle de rattrapage dans les éléments du module dont la note est inférieure à 10 sur 20.
يعني دي موديل اذا ما فاليديتيش ب 10 على 20 ولا ما فاليديتيش باغ لا كومبونساسيون. يعني باغ اكزومبل كتجيب ماده موديل كيكون فيه جوج مادات، ماده كتجيب بون كومبونساسيون مثلا جبتي 15 ديك الماده وجبتي 9 في الماده الاخرى، يعني 9 كتزيدي على 15 كتعطينا 24 كتقسم على جوج 12، دونك هذه هي لا كومبونساسيون. يعني واحد الماده كتعاونك باش تفاليدي ماده اخرى، ويعني خاصهم يكونوا في نفس الوحده في نفس الموديل. الا ما جبتيش فاليديتيش الموديل، يعني ان الماده اللي عندك ناقصه بحال باغ اكزومبل قلنا 14 9 ديك اللي فيها 9 كدير فيها الراتراباج، كدير كدير الدوره الاستدراكيه ديالها. ان ايتيديون ندوا با ندوا كان سور راتراباج باغ اليمون دو موديل اي باغ سيمستر. يعني ان ماده كل سيمستر ماده كدير راتراباج ديال ماده وحده في الدوره وحده، ولا كتعاود ديك السيمستر. Après le rattrapage, les étudiants conservent la note maximale obtenue entre la session normale et la session de rattrapage. Il y a une note maximale, une note maximale, كدير البونديراسيون ديال كونترول كونتينو. اون جينيرال البونديراسيون ديال كونترول كونتينو سي 25%، 25% كضرب في النقطه ديال كونترول كونتينو زائد 75% كضرب في النقطه ديال ليكزامان فينال باش انك كتفاليدي داك الموديول. كاينين لي ستوديون كيتكلاساو دو ليست، كاين ليست ديال سيسيون نورمال وكاين ليست ديال الراتراباج. لا موين جينيرال دي سيمستر هي ايغال على موين دي نوت جلوبال دي كوفيسيون دي فرونسي. يعني بحال دابا كل موديل كدار النقطه ديالو، عندنا 6 ديال لي موديل كنقبطو 6 ديال لي موديل عندنا فيهم 12 الماده، من 6 ديال لي موديل النقطه ديال كل موديل كنجمعو لي كلهم كنقسموهم على 6 باش كتعطينا النقطه ديال ديك الدوره. سيمستر حتى فاليدا، يعني كتنجح في السيمستر اذا كانت النقطة اكبر من او تساوي 10 على 20، ماشي فاليدي اذا كانت اقل من 10 على 20. الناس اللي بالنسبة للتلاميذ اللي هما كانوا غائبين في الكونترول فينال في الامتحان النهائي كيضطر لهم كيديروا واحد دوموند، كيديروا الدوموند باش انهم يبارتيسيبيو في الكونترول ديال الغاتراباج، ولكن خاصهم تكون لا جوستيفيكاسيون ديال هاد لابسونس دون ان ديلي دو 48 ساعة. الا كنت عندك امتحان وما مشيتيليش 48 ساعة، يومين ساعة يومين نهار الامتحان النهار اللي موراه خاصك ضروري تحط لا جوستيفيكاسيون باش انك تخول لك باش انك تعطيك الحق باش انك تدوز في الغاتراباج. بالنسبه لا كومبونساسيون دي قلنا بانه موديل بالنسبه لا كومبونساسيون فوقاش عندك الحق باش انك تكون كومبونسي لي موديل ماجور خاصك تجي فيهم 8 على 20 باش عاد كومبونسي لك الماده باش يكومبونسي لك، و لي موديل انفيريور خاص تكون 5 على 20. يعني كدير لانسكريبسيون يعني كدير لانسكريبسيون ا شاك فوا كدير لانسكريبسيون في باغ اكزومبل في كل سيمستر كدير لانسكريبسيون ديالها في لونيتي دي زافير استودانتين دي زافير استودانتين اي سكولير. هنا كنهضر على البروجي دو فان ديتيد، يعني هما لي ميموار استودان دي جو، يعني كتكون معاهم واحد الممبر جوري يعني في الاخر. مهم يعني نفس الشيء لابسونتيزم خاصو ديلي ديال 48 ساعة، خاصو دار لا جوستيفيكاسيون، الا ما دارش لا جوستيفيكاسيون غادي تحت نوت زيرو. لا سيرفيونس دي زيفالياسيون لي بلوك نوت تو سكي اسونسييل بور فو، هادشي تو كي ادمنستراتيف اون فوا لي فوار بار لا سويت. بور هنايا حاجه مهمه لي دغوا لي زوبليغاسيون،
Le droit, les obligations des étudiants, donc le droit à l'enseignement. Yani, le droit de la formation et l'expression. Donc, ils demandent de l'information auprès du personnel enseignant, administratif et pédagogique de l'institut. يعني انهم يعطوا الاراء ديالهم ولا في الحدود ديال المعقول، يعني عندهم الحق باش انهم يشاركوا وينخرطوا في التظاهرات الثقافيه والرياضيه اللي كديرهم الاداره المعهد. انهم نو ولاني انهم عندهم الحق في بحال ما بغى شي كتاب ولا شي حاجه في البيبليوتيك، عنده الحق يشدو، عنده الحق باش انه كاينين دي لوكو لي كي سون ريزيرفي بوغ لا ريفيزيون، يعني كاينين اقسام يدخل يقرا فيهم يبريباري توتالمون اوبليغاتوار. ولكن عندهم الحق باش انهم لا بورس المنحة انهم ياخذوها، عندهم الحق في لاسيغونس ميديكال، عندهم الحق باش انهم يعرفوا النقطة ديالهم ديال الامتحانات، وعندهم الحق باش انهم يعرفوا يتعلموا بالامتحان 10 ايام قبل، 10 ايام قبل عندهم الحق يتعلموا. ماشي تجي وتقول لهم راه عندكم امتحان وين خاصك تعلمهم 10 ايام قبل باش يوجدوا، هذه عقل عليها. عندهم الحق باش انهم ياخذوا التلقيحات اللي هما بروغرامي من وزارة الصحة في الكونتكست ايبيديميولوجيك، كيداروا التلقيحات. عندهم لاسيغونس كونتر لي اكسيدون كي بوف سيرفونير، يعني لي اكسيدون لي كيداروا في لو كور لي ترافو براتيك لي ستاج، انهم ولي ا كونديسيون بان هاد لاكسيدون دو اتر ديكلاري سولون لي كونديسيون. دابا نشوفو هاد لي اكسيدون كومون اون دو فير فاس اي ديكلاري سي اكسيدون. هادو لي ديسيبلين اون جينيرال خاصو يحترم لي لوكو، خاصو البيرسونيل انه ما يخربش، هذا هو اللي مهم. هذا سون دي جينيرال هنا بيت البورتابل، هانت لو تيليفون بورتابل اي لي انسترومون دونجستريمون الكترونيك سون انتردي دون لي سيونس بوندون لي سيونس دو كور، اي دوف اتر ايتان اي رانجي افون لو ديماراج دي كور تيوريك. يعني التليفونات خاصهم يتطفاو او يتجمعو في لي كارطابل ولا في لي ساك قبل الديماراج ديال الكور، قبل ما يبدا الكور، وانه انتردي تاكل في لي سال دو كور وتكمي فيهم. انا واحد حاجه trois absences non justifiées dans un délai de 48 heures dûment constatées aux séances de cours pratiques quelque soit هذه كتعطينا l'interdiction de te présenter au contrôle final. كان ثلاثة ديال لي زابسونس، ثلاثة ديال الغيابات غير مبررين اجل ديال 48 ساعة، ما كتعطيكش الحق باش انك تدوز الكونترول فينال، يعني كدوز للراتراباج ميشن. يعني شنو ثلاثة؟ ماشي بالضرورة ان يكون 3 ايام غايب، يعني انك درتي لابسونتيوز من الاول وما عطيتيش جيستيفيكاسيون دون ان ديلي دو 48 ساعة، درتي عاوتاني واحد لابسونتيوز ديال ان جور ما درتيش، يعني كتكون الكوميل كيتراكمو باش كتوصل ما كان عندكش الحق دوز الامتحان. هذه كلمة لهم طالع سويت.